اكيد واحنا بنحتفل باليوم العالمي للطفوله، يمكن شفنا في التقرير اللي فات لزميلنا عبد الله بركات بيستعرض الدور اللي بتقوم به وزاره الداخليه في هذا الاطار. يعني المشهد حقيقي مفرح جدا، الصوره الذهنيه لضابط الشرطه اتغيرت بشكل او باخر منذ الفتره بتاعت احداث يناير. مننا ابننا اخونا صديقنا جارنا هو ضابط الشرطه كده زيه زي اي حد. يعني انت ليك اخ، ليك ابن، ليك ابن عم موجود في بيعمل في هذا الجهاز اللي بالطبع ليه كل التحيه وليه الدور المهم جدا في حمايه الامن الداخلي للوطن. يمكن هذا المشهد اللي شفناه وفرحه الاطفال بالهدايا اللي بيقدمها بعض ضباط الشرطه والضابطات بيبقى له اثر كبير. الطفل لما بيكبر الصوره الذهنيه اللي بترسخ فيه في ذهنه او في ذاكرته بتوريه قد ايه هذا الشخص المضحي اللي ليه دور في الحفاظ على امنك وعلى سلامتك ده انسان زيك، عنده عاطفه وعنده مشاعر يقدر يقرب منك في الحضن اللي شفناه من الضابط او رائد الشرطه اللي كان موجود للطفل وهو بيقدم له الهديه. حاجه كده مفرحه. طيب احنا اطفالنا وفي اليوم العالمي للطفوله احنا ادينا اللي علينا مع هؤلاء الاطفال، طيب احنا دورنا اصلا ايه او حقهم ايه علينا؟ طب واجبات الطفل، هل الطفل ليه واجب لازم يؤديه تجاه من هم اكبر منه؟ طيب تنميه مهاراته، لو انا لقيت عنده جانب ابداعي التنميه دي بتتوقف فقط او تنميه هذه المهاره بتتوقف على الاسره فقط ولا كمان على المدرسه اللي كان من فتره كبيره كان ليها دور اساسي خاصه في تنميه النشاطات والهوايات؟ يمكن الامور دي بتحتاج لتفصيل بشكل اكبر، هتساعدنا في هذا الامر توضيحه يا دكتور حنان كمال مرسي، دكتوره بكليه التربيه جامعه حلوان وخبيره التنميه البشريه الدولي. اهلا بحضرتك يا دكتور حنان. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الفل يا فندم. دكتور حنان، واحنا بنتكلم عن اولادنا وعن اليوم العالمي للطفوله، ابني ليه حق عليا، ايه هو الحق لازم أديه له؟ هل في السن ده هو في واجب لازم يؤديه لأسرته؟ تمام. صباح الخير على حضرتك وعلى كل أطفال مصر بخير وآمنين. أول حق نتكلم فيه وهاخد من كلام حضرتك هو الحق في الأمان. والحق في الأمان ده هو من مصدرين، الأسرة وده الأمان الداخلي، ده أول حق، واللي لو مش موجود بقية الحقوق وراه هيحصل فيها اضطراب. والامان الخارجي، وده اللي طبعا احد اذرع الامان الخارجي رجال الشرطه، ليهم كل الشكر زي حضرتك قلت، هو في كل بيت واخويا وابني وكله، لكن هو كمان قدوه وهو كمان يمتهن مهنه هي حلم لكثير من الاطفال. كتير من الاطفال عندهم حلم انه يبقى ضابط شرطه، وكتير زي ما احنا عارفين كموروث ثقافي عندنا حتى في بعض الاماكن ببدله الضابط بالظبط كده. فالحقيقه هي مش بس مهنه، هو مش بس رمز للامان، هو كمان قدوه، هو حلم لكل طفل. فازاي اصلا انا برضو اكتشف من وابني صغير كده لو هو عنده هذه الميول، لان الميول دي كمان مرتبطه بشكل كبير جدا بفكره الولاء والانتماء للوطن، وقد ايه الاطفال يعني ايه الطفل عارف انه طفل مصري، يعني كلمه مصري من وهو صغير، من وهو في الحضانه ثم مرورا بجميع مراحل المدرسه. فاول حق هو حقه في الامان، وسواء من الاسره وحقه في الامان الخارجي، وده اللي بتقدمه طبعا مؤسسات الدوله ممثله في الشرطه والجيش وغيره. الطفل وهو صغير بنلاقي عنده اكتر من مهاره او اكتر من موهبه، يعني لو اديته حاجه يرسمها بلاقيه بيرسمها كويس، لو قاعدين بنغني اغنيه الاقيه بيغنيها احسن مني بمقام. بيبقى بيبان شويه حاجات وهو عنده 4 5 سنين كمان. في حفظ القران بتلاقيه برضو ماشي مع الاداء بتاع الشيخ اللي بيقرا او الوسيله التعليميه اللي انت مشغلها له يحفظ بيها. بلاقي في مواهب متعدده كتير قوي، الاهالي بيتلخبطوا. طب هعلمه ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب اخاف اعمل له حمل عليه وهو لسه صغير 4 سنين و5 سنين. انا في الحاله دي يا فندم اتعامل ازاي؟ بركز على شيء معين؟ طب ما هو شاطر في حاجات كتير. تمام. ولا نامي كل المواهب؟ يبقى الخطوه الاولى، الاول مرحله الاكتشاف. زي ما حضرتك قلت، ساعات في اطفال ربنا بيمن عليهم بعطاء او بموهبه في مجال ما، فبتفرض نفسها وبتبقى باينه للولي الامر قوي، الاب والام يلحظوها جدا، سواء حسن الصوت، عنده اذن موسيقيه وصوته جميل وبيغني صح جدا. او هنلاقيه هو بيميل وباين ان هو بيرسم كويس جدا او بيلعب كوره كويس جدا، ففي حاجات بتبقى واضحه حسب هي قويه في شخصيته ازاي.
لكن انا بالظبط زي اي ام عرفت ابنها بيحب ياكل ايه وما بياكلش ايه منين، انها كانت بتعرضه او بتقدم له جميع انواع الطعام، ثم بتبتدي تعرف مثلا ايه الطعام اللي عنده حساسيه منه، الطعام اللي ما بيحبوش ابدا وبيرفض ياكل، ايه اللي بيحبه، فعشان خلاص بقت عارفه انه بيحب ده تشجعه انه ياكله. نفس الحكايه دورنا في المرحله الاولانيه، لان هو ما بيبقاش عارف مصلحته او توجهاته، اقدم له جميع انواع الـ الـ الانشطه الممكنه، الفنيه، الثقافيه، الرياضيه، يعني كمان في اولياء امور بيخطئوا خطا انه يركز رياضيا فقط او فنيا فقط، لا، انا المفروض المرحله دي مرحله بناء الشخصيه، وعشان بناء الشخصيه يكتمل فانا لازم اثقل ولادي في كل هذه الجوانب، كل ده بيسد احتياج وثغره في الشخصيه، ما ينفعش اركز على جانب. فالمرحله الاولانيه عشان اكتشف يبقى الاول اعرض، فاعرض لابني او اخليه يتعرض لجميع انواع الانشطه الممكنه، كل منا حسب امكانياته وظروفه الاجتماعيه، عشان ما حدش يقول ان ده بس مرتبط بالناس اللي عندها مثلا اشتراك في نادي، الناس اللي ولادها في مدرسه كويسه، ده انا بابسط الامكانيات وبابسط الطرق من اقل مستوى ثقافي او من اقل مستوى اجتماعي نقدر نعمل ده مع اولادنا لاعلى مستوى ممكن. طيب. بعد مرحله ان انا اعرض والاستعراض انا هبتدي اشوف ميوله ايه، والاهم ان انا ابدا الاول امشي ورا ميول ابني، مش انا عايزه يتعلم سباحه، انا عايزه يلعب كوره، انا لازم اوديه يتعلم رسم، لازم اوديه يغني في الاوبرا، لا، انا الاول بشوف ابني ميوله رايحه لفين، الميل بقى كان فني ثقافي رياضي، ابتدي الحاجه اللي له ميل فيها ابتدي امشي وراه معاها بالطرق بقى اللي ممكن اثقلها فيه، مع الحفاظ ان اراعي الجوانب الثانيه في شخصيته. طيب افضل مرحله عمريه لاكتشاف موهبه ابني؟ ملهاش، ده منذ الولاده سبحان الله، كل ام طبعا لانها الاكثر التصاقا بالطفل الوليد هي بتبتدي تلاحظ حاجات كتير جدا. الموضوع ده مرتبط بحاجه اسمها الطلقات، مين اللي عنده طلاقه لغويه، مين اللي عنده طلاقه لفظيه، طلاقه سمعيه، طلاقه بص، يعني في حاجات كتير جدا، فدي بتبدا من وهو طفل الام تلاحظ. مجرد ما بيبتدي يعني يقدر ان هو يمسك او يتعامل مع الاشياء بتبدا الام تلاحظ. من اول ما بيقدر يمسك قلم او الوان وورق هبتدي الاحظ هو بيعرف يرسم ولا ما بيرسمش، من اول ما بيبتدي يتلفظ الفاظ او يطلع له صوت ببتدي الاحظ بعد كده لما بيتعرض لمثير موسيقي هو بيردد الاغاني بيحفظ بسرعه حتى النغمات لو مش حتى الكلام، لان او ممكن الاقي الطفل او ده الطبيعي ان الاقيه بيردد اللحن مش الكلام، الى ان لان الكلام اصعب الى ان يبتدي يعرف الكلام. فهي عايزه محتاجه ملاحظه من الام، لان كل طفل حاله خاصه، مفيش سن معين يا فندم، مفيش كتالوج، بس الطبيعي بقى ان تبدا مع بدايه دخول المدرسه، مرحله ما قبل المدرسه دي بيبقى لازم اكون حددت ميول بتاع ابني ايه او الحاجه اللي بيدرس فيها ايه وابتدي اشتغل عليها من السن ده، وكل ما اشتغلت بدري كل ما اديت فرصه ان هذه المهاره تنمو وبشكل رائع مع التدرج في السن وتكون جزء كبير في شخصيته. التوجيه المباشر للطفل يعني اعمل كذا ده احيانا بيخليه يعند او يوافق مره ومرتين لا، او ما يوافقش اصلا ملوش مزاج، او يوافق بس بالزعيق. طيب ولا في طريقه تانية انا ممكن اتحايل بيها لان ابني يرفض اي حاجه بوجهه فيها؟ تمام، لو قلنا التوجيه المباشر فالتوجيه المباشر في ايه؟ هل بنتكلم فيما يخص الفنون والابداع والابتكار وتنميه الشخصيه، ولا التوجيه المباشر فيما يخص الاخلاقيات ونظام الحياه ونظام البيت ونظام الدراسه؟ ايوه، احنا بعض الوقت نحتاج الى توجيه مباشر حتى لو ده مش بيعجب الولاد. في امور في الحياه لازم يكون فيها توجيه مباشر وبصرامه، مش مباشر فقط، لكن في امور تنميه الشخصيه والمواهب واكتشافها لا يمكن ده يكون بالتوجيه المباشر. انا هنا اسمي فاسيليتيتور، ميسر، انا دوري كولي امر او معلمه في المدرسه او ايا كان، لان المدرسه هنا ليها دور كبير جدا جدا، انا بيسر الامر للطفل عشان اكتشف اذا ما كان هذا النشاط هذه الملكه موجوده ام لا، واول ما اكتشف انها موجوده ابتدي بقى انميها بالطرق الممكنه كل منا وفق احتياجاته وامكانياته،
والحقيقه من الحاجات اللي هي حاليا ميزه كبيره لازم اي ولي امر يعني او هي ده العادي يستفيد منها هي وجود طبعا الانترنت في حياتنا والحياه الافتراضيه اللي هي خلت المعلومه خلاص بكبسه زر يعني ايا كان نوع النشاط اللي انا عايز انمي ابني فيه فالمعلومه عنه وامكانيات المساعده فيه موجوده كمعلومات على الاقل من خلال الانترنت. في كرتون بيبقى مثلا او يعني اغنيات كانت بتتقن الاطفال زي حضرتك عارفه بتعمل عليها التيك توك والحاجات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي دي. يا ريت اغنيه الطفل ترجع تاني. اه في انا بتكلم على مثلا الحاجات اللي باللغه الانجليزيه على سبيل المثال يعني. الولد بعد كده بيمل بقى عايز الرسوم الكرتونيه اللي بتعمل تصرفات يعني فيها كوميديا وبس يعني اللي هو يضحك هو في ايه وبتبقى مش مفيده بالنسبه له. ارغب ابني ازاي في الحاجه التعليميه الحاجه اللي زي مثلا يعني بدون ذكر اسامي عشان ما يبقاش اعلان ليها بس حاجه مثلا شخص بيعمل حاجات معرفيه بشكل لطيف وحركات لطيفه وبيكررها اكتر من مره على ما سمع الطفل فبيبدا الطفل يكلمها وهو مش فاهم ايه بيقول الحروف غلط بعدين انت تصلح له بيبتدي يقول الحروف صح بيبتدي ابني يتعلم اللغه الانجليزيه بشكل طلق جدا من غير ما بس بيزهق او عايز يرجع تاني للكرتون والحاجات اللي فيها هي دي داخل فيها مؤثر مش بايد ولي الامر او الطفل هنا جوده المنتج اصلا يعني هو اصلا المنتج ده اللي هو الفيلم الكرتون او الانفوجرافيك او هو اصلا معمول ازاي هل هو جاذب هل هو اصل الحاجه الحلوه بتجذب مالوش علاقه بقى بالسن او بقى ممكن حضرتك تلفت نظرك انت تنجذب لها فهي هذا المنتج اخرج ازاي فلو هو اصلا معد بطريقه صحيحه موجهه للاطفال مش موجهه للكوميرشال يعني مش حاجه تجاريه فهو لو معد وفق طبيعه اعداد برامج الاطفال الطفل هينجذب لها انا مش طب ليه بيحبها وهو عنده سنتين ويجي مثلا يغير رايه عنده ثلاثه او اربعه هقول لحضرتك رغم هو لسه عشان مستوى الادراك بيفرق الاول اللي بيثيره ليها هو اللون الموسيقى الحركه والادراك بسيط كل ما الادراك بيزيد فابتدى يدرك ما يقال فبيبتدي يقيم طالما في ادراك هيبقى في تقييم فالتقييم ده معناه انه يا يحب يا ما يحبش وهو صغير ما فيش ادراك هو في رد فعل للمثيرات البصريه والصوتيه والحركيه كبرنا بقى في ادراك فابتدى يقيم اللي بيتقال ده جاذب ولا مش جاذب لو جاذب هتيقعد ده انت تلاقي نفسك قاعد تجاوبه وتستمتع وانت ممكن اقنعه يعني اقول له مثلا ده انا بحب ده قوي حلو الكلمه دي اقنعه مش اجبره بالظبط اقنعه بان انا افهمه لمره حاول ان انت زي مثلا ما بيبقى طفل مش راضي ياكل اكله معينه طب دوقها لاول مره لو ما عجبتكش خلاص مش هديها لك تاني بس فكره اني اقنعه انه يجرب خلاص هو جرب وجه معايا في التجربه لو لقيته ما حبش هنا لا يجب الاكراه ولا الاجبار ما ينفعش فيما يخص تنمية الشخصية وفيما يخص اكتشاف المواهب لا يمكن ان في حاجة تتعامل مع الطفل هنا بالإكراه او الإجبار بالإقناع للتجربة ثم بعد كده احترم قرار ابني او بنتي. طب سؤال اخير بقى دي غلطة كبيرة او لا امور كتير بيجبروا اولاد على حاجات هم مش عايزة. سؤال اخير وحضرتك متخصصة وهتفيدينا جدا في الموضوع ده كل حد فينا بيبقى له سلبيات او ثغرات الطفل ذكي ممكن يخش من الثغرة دي يعني مثلا احنا عندنا لازمة نفسي نتخلص منها يعني لازم بعد كل كلمه تقول والله طب انت بتحلف ليه وانت اصلا الكلام ده مش حقيقي فهو بيسمع كلمه والله فما بتفقد الموضوع استغفر الله يعني معاذ الله جلاله قدام طفل صغير لان انت متعود على ده بيئه بقى مش عايزين. فهو بيجي الولد يعمل الخطا ويقول لي لا ده والله ما عملتش لان هو شايفني بقول والله عمال على بطال انا ازاي اطور من نفسي كاب بقى يعني خلاص كبرت بس هي يعني مش في الكلمه دي فقط وفي اقول لحضرتك على سبيل المثال وفي ابني ما احاول اخليه يتلافى فكره ان الامر سهل لا ده الحلفان ده ليه جلاله وليه صحيح اهميته هو في كل الاحوال الكلمه مسؤوليه سواء كنت اب او مش اب فالكلمه مسؤوليه بعد كمان ما بأصبح اب او ام فانا لا لو هرجع تاني ان انا هبتدي فعلا اخد بالي من كل كلمه بقولها ده لازم لان هم الولاد احنا دايما نشبههم هم عباره عن اسفنجه هو يمتص
ما تعطيه له، يمتص ما تروي هذه الإسفنجة به. فأنت كل اللي احنا بنعمله من ألفاظ من حركات من تصرفات كأب وكأم الولاد بتاخدها شئنا ما بينا، واللي فاكر أو مش متهيأ له إن الولاد واخدة بالها أو ما خدتش بالها أبدا، هم أذكياء جدا وبيمتصوا قدرة الاستيعابية كبيرة قوي في مرحلة الطفولة. فأنا لازم الأول أعمل فلتريشن، أنا أشوف أنا بقول إيه قدامه، وعند الموضوع ده تحديدا لا أنا لازم أبني بقى الثقة في إنك قول بدون حلفان. أنا مش لازم تحلف، مش لازم تقول، فيعني بناء الثقة إني لما أجرب معاه مرة أحترم كلامه بدون حلفان ومرة كمان، فهو هيتعود هيبتدي يقلل هذا اللفظ، وإذا كنت أنا كمان أخلي بالي مش هقوله، ما هو ده الأهم. ولادنا هم رد فعل لينا، كيف نربي، كيف يكون المنتج، كل إناء ينضح بما فيه، بس مش هينضح بحاجه تانية ابدا ابدا. يعني بنشكر حضرتك دكتور حنان كمال مرسي، دكتوره بكليه التربيه جامعه حلوان، وايضا خبيره التنميه البشريه الدولي، شرفتينا يا فندم في هذه الفقره. صباح الخير عليكم جميعا، واطفال مصر في امان، وربنا يحفظهم اينما كانوا يا رب ان شاء الله.